أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان عن طرح 30,000 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل. المساحات هتكون بين 100 و 135 متر، وده هيكون عقب عيد الأضحى إن شاء الله. مجموعة الشقق هذه هتكون بأسبقية الحجز وليس بالقرعة. المقدم هيكون 20% من قيمة الوحدة اللي هي حوالي 400,000 جنيه وفق نظام التمويل العقاري. معنا عبر الهاتف مهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي. مساء الخير باشمهندس. باشمهندس صلاح مساء الخير. اهلا مساء الخير. اهلا بحضرتك، لو ممكن تسمعني من التليفون هيكون افضل، صوتي يوصلك اسرع. انا اسمعك بالتليفون والله. شكرا باشمهندس صلاح. كنا عايزين نعرف الشروط ايه في للتقدم بهذه الوحدات، خاصه وانها هتكون باسبقيه الحجز. هو طبعا التصريح النهارده سياده الوزير صرح ان في وحدات هيتم تسليمها في الاسكان الاجتماعي، والاسكان الاجتماعي ده اللي هو كان بدا بعد الثوره وما يطلق عليه بمشروع المليون وحده، وكان اعلن عن الوحدات او حجز واستكمال المستندات في شهر 6/2014 عن الحجز في ثلاث مدن جديده اللي هي السادات واسيوط والعاشر من رمضان، وده كان في شهر 6، والحمد لله هيبقى باقورة انتاج وتسليم وحدات سكنية للمستحقين. نعم. وان شاء الله هتدي المرحلة الأولى، وفي خلال أيام ان شاء الله سيتم تسليم هذه الوحدات وفقا لتصريح السيد الوزير، وان شاء الله هتبقى البداية في مدينة أسيوط الجديدة. وطبعا الإعلان الثاني كان نزل في أربع مدن في حوالي 24,000 وحدة، اللي كان انتهى في 21/8/2014. ودول حاليا جاري التسجيل المستندات ليهم، وان شاء الله قريبا سيتم الاعلان عن حجز باقي ال 50,000 وحده اللي كان تم التصريح ليهم من قبل وزاره الاسكان في الفترات السابقه، بحيث ان احنا ان شاء الله نكون في هذه الفتره على نهايه العام القادم ان شاء الله نكون انتهينا من حجز ال 50,000 وحده اللي هي تم الاعلان عنها. صحيح. اما بالنسبه لسؤال حضرتك اللي هو الشروط، طبعا احنا الشروط بنقول ان هو السن من 21 ل 45 سنه، يكون من محدود الدخل، يكون لم يسبق له ولا الاسره اي الاستفاده باي وحده سكنيه او شقه او ارض او دعم او قرض تعاوني، يكون من العاملين او المقيمين والمرتبط بالمكان اللي حاجز فيه عمل الاقامه. بيتم تطبيق القانون 215 على من يتقدم باي مستندات وبيانات مخالفه للحقيقه، حيث النهارده ان كل مواطن يستحق هو اللي يتقدم لحجز هذه الوحدات، وبيتم تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم الشروط بنظام التمويل العقاري، وده بحسب اولويات محدده في الشروط، بحيث ان كل واحد ياخذ اولويته على حسب التقدم زي ما حضرتك قلت بالظبط. نعم صحيح. متى سيتم تسليم المرحله الاولى للوحدات حضرتك؟ ان شاء الله في خلال الايام القادمه ان شاء الله. نعم. سيتم التخصيص ان شاء الله والتسليم. وانا من برنامج حضرتك بناشد كل الناس اللي انطبق عليها الشروط واتعمل عليها تحريات ميدانيه وتم اختارهم من بنك الاسكان والتعمير او من صندوق التمويل العقاري ان هم يسرعوا في سداد باقي مقدم الحجز عشان يتم التخصيص لهم ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للاسكان الاجتماعي. اليوم احتفل الأستاذ الكبير محمد حسن هيكل بعيد ميلاده الـ91، ربنا يمد في عمره ويمتعه بصحته، وده في منزله بشارع النيل بحضور عدد كبير من محبينه، سواء من رجال الأدب والصحافة أو من رجال الأعمال. من بين من حضروا هذه الاحتفالية دكتور حسام عيسى رجل أعمال، المهندس إبراهيم المعلم، الكاتب الصحفي جمال فهمي، أيضا الكاتب الكبير يوسف القعيد، والدكتور أحمد سيد نجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. نتابع هذا التقرير. الأستاذ
هكذا ينعته كل من يعمل في بلاط صاحبة الجلالة بعد أن أثرى صفحاتها بمسيرة حاشدة تفيض بالرؤى والأفكار والشهادات والذكريات. إنه الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل الذي نحتفل بعيد ميلاده في 23 من سبتمبر من كل عام. في حاجة بعتز بيها جدا، إني رجل بعرف حدودي، بعرف بقف فين ولا أتجاوز هذه الحدود. الراجل موجود لرأيي، إذا حد عاوز يسمع رأيي كل رئيس مصري. من ساعة ما بطلت عمل سياسي من سنة 74 كل رئيس مصري أراد أن يسمع رأيي، من أول رئيس مبارك، رئيس سادات في وقتها، بعد حتى بعد ما اتخانقنا الرئيس مبارك لما جاء مرسي في الرئاسة وما جاء هو. أنا بعتقد أنه على أي مواطن، أنه أي رئيس الدولة بيسأله أي حاجة عليه أن يجيب. بروح وثابة وذهن متقد وشبكة علاقات هائلة، يضيف الأستاذ إلى مكتبته دائما الجديد منذ أن بدأها بأولى مؤلفاته عام 1951، والذي حمل عنوان إيران فوق بركان. أنتج بعدها الكثير والكثير من المؤلفات التي استطاع خلالها الكشف عن أسرار وتفاصيل وعلاقات السياسة والحكم في مصر والوطن العربي. مصر لابد أن تكون موجودة في عملية صنع مستقبل منطقي. اوعى حد يقول لي أنه مصر تبقى غايبة لسبب أو لآخر. صميم الأمن المصري أنك بلد لا يستطيع أن يعيش على موارده في الداخل. مشوار عمره المديد منحه قدرة فزة على التحليل والقراءة ومعرفة الحقيقة بدقة من مصادرها، قدرة اكتسبها من ثنايا السنوات حتى صار أحد أكبر الناصحين ذوي الكلمة المسموعة عند أهل السلطة في مصر وغيرها من بلاد العالم. أنا عايز أقول له كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت أكثر تألقا، كل سنة وأنت أكثر حضورا، بس بطلب منه الطلب الذي طلبت منه كثيرا جدا ولا أعرف ماذا فعل فيه، ألا ينسى أو يتناسى أو يحجم عن كتابة مذكراته. هيكل هو همته، هيكل هو حضوره، إن شاء الله ربنا يديم عليه الهمة والحضور ويقظ الفكر والاستعداد لإعطاء خبرته للأجيال الجديدة وللبلد كلها. بذاكرة حديدية وتجربة تاريخية يواصل الأستاذ رحلته، وفي قلبه أمل كما في قلب كل مصري أن تخطو الكنانة نحو مستقبل مشرق، فمن أجلها عاش ولأجلها أبدع وكتب. طارق أحمد، هنا العاصمة. We'll be right back.